كنتم ان قلبك طب لا طب لو يتغير. انا جيت قلت اتلمت شويه معاك يا شيخ خالد، قلت لك لا تزر وازره وزر اخرى، بمعنى نعم ان انا اقمت الليل في رمضان، اقمت صلاه القيام في رمضان، كنت كويس في رمضان، دي كلها حسنات توضع في ميزان حسناتي. نعم بعد كده بمارس حياتي الطبيعيه، لان انا لازم ارتشي، ولان انا لازم اعمل، ولازم انا لازم اعمل، وانت عارف الناس بتبرر سميتها اكراميه وسميتها كذا وسميتها كذا، نعم، واشياء كثيره من سلوكيات الناس اتغيرت يعني. فيقول لك ان دي حاجه ودي حاجة، دي خدت عليها حسناتي خلاص، انا ميت فل كده يعني، دبق له شوية حسنات حلوين ويمارس حياته الطبيعية لغاية ما يجي رمضان اللي جاي وياخد له شوية حسنات حلوين. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو كلمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، مين الوازرة دي؟ وجابت ليه بتاء التأنيث؟ ده سؤال لذيذ قوي. ولا تزر، ليه ما قالش ولا يزر؟ يبقى بيتكلم على حاجة مؤنثة. طب ايه هي الحاجة المؤنثة؟ النفس. يبقى لا توجد نفس. تزر، طب تزر يعني ايه؟ تزر يعني تشيل، معنى كلمة تزر تشيل. عشان كده الكاميرا اللي شايلة السقف اسمها الوزرة. الحزام اللي شايل المنطلون بيسموه في اللغة العربية الإزار. صحيح. يبقى ولا تزر يبقى ولا تحمل. تمام. هي مين؟ يبقى ولا تحمل نفس حمولة نفس أخرى. يبقى ولا تزر وازرة. الله 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 كده. لا إله إلا الله. اسمع يا شيخ خالد، سيب المعنى خطير جميلة. أنت رحت فين يا شيخ خالد؟ سيب القرآن جميل إزاي، سيب الطعامة بتاعت المعنى. يا حاجة عظيمة جدا تختلف عما يفهمه الناس. أنا فرحت إنك أنت طرحت الآية دي والله والله يا صدق. ده أول مرة أسمع الكلام ده الحقيقة، ده لازم نروح ونيجي فيه بقى للصبح. لأنه ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. معناها ولا تزر يبقى ولا تحمل نفس حمولة نفس هي وزر أخر. اللي هي حمولة نفس أخرى. أنت مش فاكر سورة الشرح؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الحمل، حطتني. عارف لما تقول للشيخ حطتني، شلنا عنك حمولتك ووضعنا عنك وزرك. النبي ما كانش له ذنب. فالوزر هنا بتاع سيدنا رسول الله، الهم اللي عنده، الحموله اللي صحيح. عنده اللي بتاع الامه. انا لعلك باخع عن نفسك على على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني صعبان عليه الناس. فهذا المعنى اللي يدل برضه في الايه دي ان اللي ما يشيلش حمل الامه مش بيقتدي بالنبي، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. هنا بنتكلم على كل مسؤول. طبعا. اللي ما يشيلش الهم بتاع الناس وهم الناس اللي ربنا مسترعيه اياهم، يبقى الحقيقه يعني لا من اتباع النبي ولا يقرب للنبي ولا من سلاله ولا حاجه، بعيد عننا، ده هيحشر في حته تانية. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا تزر يبقى ولا تحمل. وازره يعني حامله، حمله اخرى ويعني وزره اخرى. مفيش نفس هتيجي تشيل عن نفس تانية حمولتها. ده سياق الايه لو اتكلمنا فيها. انما احنا بنتكلم في حاجه تانية. الانسان له حسنات اللي هي ثواب العمل. يعني حتى لو تفسير الايه كما اشرت سيادتك طبعا، وطبعا يعني نعم. انت بتفسر اكيد، ده علمك ومجالك يعني. استغفر الله لي ولك. نعم. ده تفسير كويس. انما هو عموما انا ليا حسنات وليا سيئات عموما. ليك حسنات ان شاء الله. انت عارف انت عايز تقول لي حاجه؟ خلي بالك احنا على الهوا يا شيخ خالد، اوعى تقول حاجه مثلا. فهنا برضو بتدي نفس المعنى، انه انا ارتكب شيء طيب او افعل شيء طيب وارتكب حماقه. فدي حاجه ودي حاجه. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ايوه. هي لما عملوا خلط سواء هؤلاء اولئك يعني الانسان الانسان اللي ربنا قاله لنا في القران ان الحسنات يذهبن السيئات. اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وانت شرحت لنا حضرتك في برنامج سوره وسوره اللي ما شافش الحلقه، انه الايه دي نزلت في ان في شخص كان ارتكب او يعني خطف من امراه من سيده قبلة. وده مكتوب في كل كتب التراث يعني التفسير. خد من ست قبلة، فسيدنا محمد قال له صليت معانا، عنفه وارجا امره حتى نزل من الله فنزلت ان الحسنات تذهبن السيئات. ان الحسنات هل العبره ايه بقى؟ هل ورد ان السيئات تذهبن الحسنات؟ هو ده السؤال. ربنا ما قالش ان السيئات يذهبن الحسنات،
لو واحد عمل في رمضان حسنات قد كده، الحسنات اللي عملها في رمضان هل اتلغت في شوال؟ هو ده السؤال. لا ما اتلغتش في شوال. الحسنات موجوده ولا السيئات قصدك؟ الحسنات، الحسنات موجوده اللي اتعملت في رمضان. جيت انا في شوال عملت سيئه، هل السيئه لغت حسنات شهر رمضان؟ لا، من كرم ربنا لا، لان لو السيئات بتلغي الحسنات انهار ابيض كنا ضحنا. كنا ضحنا. ولذلك انا عاوزك تاخد بالك من حته في غايه الخطوره والاهميه بفضل انه ربنا سبحانه وتعالى ما عملش سيئات بتشيل حسنات الا سيئات معدوده على الصوابع زي الشرك وتعليه الصوت على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والمن. التلاته دول لو انت عايرت حد افسدت عملك اللي عملته معاه. تاخد يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والاذى الاذى طبعا الاذى هنا الاذى اللساني اللفظي، الاذى بس مش الاذى الحركي، لا الاذى اللساني مجرد انك تاذيه. يعني كيس الزباله اللي يرميه الراجل في الشارع ده بيأذي الناس دي كلها. طبعا ده اذى، طبعا ده اضرار، ده مش اذى، ده اضرار. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الاذى هو يكون باللسان والضرر يكون بالفعل. خد بالك، الاذى باللسان والضرر بالفعل. يعني ولذلك ده يعتبر ضرر. ربنا بيقول لا يضروكم الا اذى. يعني ربنا بيقول هم المنافقين هيقولوا شويه كلام ويروحوا في داهيه. لا يضروكم الا اذى. واما الضرر اللي هو الحديث لا ضرر ولا ضرار، زي ما بيقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ان الواحد يروح يعلق مراته لا هي مطلقه ولا هي متزوجه، ده يعتبر اعتداء طبعا، ضرار. ومسجد الضرار وخلاف. فهنا حضرتك بنقول ايه؟ ان القران الكريم بيوضح انه الاذى والمن لما تشتم واحد انت تصدقت عليه او تغتابه بكلام يؤذيه او تاخد من الحسنات، ضيع، مش بياخد، بياكل، هو بيهد الحسنه ذاتها. لا تبطله، ما قالش لا تنقصه. لو قال لا تنقصه يقول لك انا قللت حسناتك، انما انت ممكن الواحد يعمل حسنه قد كده. يعني احنا دلوقتي يا شيخ خالد احنا مشينا في مشوار تاني خالص. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، دي وحاجه. وبعدين وقفنا عند لا تزر وازره ولا تزر وازره وزر اخرى. لا تزر وازره وزر اخرى. وايه اللي يبطل تاني العمل؟ نفس دي بتبطل العمل، دي تبطل العمل. تبطلوا صدقاتكم. والشرك بالله، الشرك بالله. قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ده مالناش دعوه بيه، ده ولا ربنا يكفينا شره. لا ده مالناش دعوه بيه، ده مش تبعنا ده خالص. احنا ما عندناش مشركين الحمد لله ان شاء الله. احنا اللي عندنا ناس كلهم كويسين واحوالهم تمام وكل حاجه، لكن هم اولئك الذين خلطوا عملا صالحا باخر سيئا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليهم. المولى سبحانه وتعالى احنا كلنا من هؤلاء. المولى هو اين في عرضك يا شيخ خالد تساعدنا في هذه المساله، انه لا تبطلوا. انت دلوقتي بتقول حاجه مهمه جدا انا اول مره التفت ليها، يعني ما اعرفش الناس يعني ده بالنسبه له. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. احنا بنقراها كده، كلكم قريتوا المصحف في رمضان، خدتوا بالكم ان ده انه انت الكلمتين اللي تطلعهم من بقك تبطل الصدقه اللي تصدقت بيها. هل صحيح. الصدقه دي ممكن تبقى زكاه مال؟ طبعا تبقى زكاة المال، لأن كلمة صدقة جت في القرآن الكريم بزكاة المال، بمعنى الزكاة وبمعنى الصدقة النافلة، بمعنى نافلة الصدقة، يعني الصدقة التطوعية. لا اسمح لي يا شيخ خالد، لأن الوقت طبعا أزف بين، إنما ده ممكن يبقى الآيات اللي حضرتك بتذكرها دي ممكن تبقى محتاجة تفسيرات، يبقى موعدنا مع لأنه كمان والأذى وتأثيره على الصدقة. لأنه كمان الحقيقة يعني بعض السادة المشاهدين قابلوني في الشوارع بيقولوا طالبين إنه فكرة سورة وسورة تبقى معانا في كل برنامج، إن إحنا نبقى عندنا ملمح من آية قرآنية، آية كده فيها مثلا أسباب نزول ملمح منها، لأن دي بتبقى حاجة مفيدة جدا وبتبقى يعني حاجة كويسة. على بركة الله، ربنا يخليك ويغفر لك. صباح على خير.